اسمع بعض تحت عيون العالم الحر. اسمع بعض اسمع تحت عيون الاعلام تحت عيون الاعلام المحلي والدولي مجموعه من المعتصمين والمعتصمات مواطنون ومواطنات ضد الانقلاب الكريه في اعتصام سلمي يعديوا ليله كامله في البرد يعديوا ليله كامله في الصقيع يعديوا ليله كامله في الشوع يعديوا ليله كامله في ممارسات متوحشه ثم في الوقت الذي يلتزم فيه هؤلاء المعتصمون والمعتصمات اللي هم مواطنين ومواطنات. تعرف معناها مواطن؟ تعرف ما معنى مواطن؟ يعني هو في آخر الأمر أكثر واحد التزام بالقانون، أكثر واحد تحضر، أكثر واحد إيمان بالصراع السلمي، أكثر واحد احترام للمؤسسة الأمنية وللمؤسسة العسكرية. يدخلوا أولا مجموعة من الأمنيين بالزي المدني من الصباح وهم يستفزوا في المعتصمين والمعتصمات، من الصباح وهم يستفزوا في المواطنين والمواطنات. بعد ذلك وقت اللي قررنا باش نجيبوا كراسي يقعدوا عليها الناس، وقت اللي قررنا باش نجيبوا شويه ماكله، وقت اللي قررنا نجيبوا شويه باب زماء، وقت اللي قررنا نعملوا على الاقل خيمه صغيره تحمي النساء وتحمي الشيوخ وتحمي الكهول من البرد ومن المطر، يتدخلوا بتدخل وحشي ما عنده حتى مبرر، ما عنده حتى مبرر. يتم إلقاء الغاز الخانق، يتم مباشرة في الوجوه، يتم الاعتداء المباشر على المعتصمين والمعتصمات. وفي لحظة غريبة جدا تتجمع كل القوى الأمنية بالعصي بتاعها وبالأسلحة بتاعها وتدخل في عملية عنف كان مخططا له عبر استفزاز مسبق للمعتصمين والمعتصمات. ثم بعد ذلك يقول لك اللي ألقى الغاز هي ممارسة فردية. على كل حال عندنا المحامين بتاعنا وعندنا عدول التنفيذ الذين شاهدوا كل شيء، وعندنا وهذا الأهم من ذلك، عندنا هذا الإعلام اللي ماذا بينا يكون إعلام نزيه وإعلام موضوعي وينقل الوقائع كما حدثت فعلا. نحن هنا سنواصل اعتصامنا بكل تحضر بكل سلمية، سنمارس حقنا الدستوري في التعبير وفي النضال بكل الأشكال. قلنا لهم من أمس أننا باش ندخلوا في النضال بأشكال متنوعة من بينها الاعتصام السلمي. دخلنا معاهم البارح في تفاوض، قلنا لهم تعالوا نتفاوض على المكان اللي تختاروه انتم ونختاروه احنا بشكل ما يمسش المصلحة العمومية، ما يقلقش الطريق العام، نعملوا فيه خيمتنا ونعتصم. رفضوا التفاوض، قضينا ليلة كاملة شفتوها الكل وشفتوا الظروف بتاعها. اليوم نفس الشيء في البداية، معناها ينحيوا تقريبا كل الحواجز. قلنا والله هذا موقف نستبشر به، ولكن فجأة واحنا نجيبه في الكراسي ونجيبه بشوية مال للمعتصمين، فجأة معناها تنطلق شحافل يعني غريبة من الأمن وتقوم بالاعتداء الموثق أمام الجميع. تم إيقاف الآن زوج من شبابنا، نحن سنتمسك بإطلاق سراحهم، المحامين باش يقوموا توا بالإجراءات اللازمة. وثانيا عندنا الكراسي متاعنا وعندنا السكان متاع الناس، عندنا اللافتات متاعنا حبوها ترجع. وعدني أحد المسؤولين الأمنيين، يظهر مسؤول سامي يبدو رئيس المنطقة، أنه إذا كان نطلع على التروتوار هدايا على المادة هذه باش يرجع لنا كل شيء. هنا قاعدين ننتظره. شفتوا المواطنين والمواطنات التزموا بذلك، وثقنا كل الاعتداءات، وثقنا كل المظاهر، وثقنا كل ما جرى للمعتصمين والمعتصمات متاعنا، وثقناها. تعرف معناها وثقناها؟ سواء بتليفوناتنا وإلا بتليفونات الإعلام وكاميرات الإعلام. ونحن الآن سننتظر أن يتم إطلاق سراح الموقوفين، وثانيا وهذا الأهم إعادة كل المتاع متاعنا
اللي حجزوه منذ حين. هذا الاعتصام فيه سياسيين، ثقفيين، مواطنين، مدنيين، نواب، قيادات حزبية. يعني في آخر الأمر أنت تتعامل مع نخبة سياسية. شنو هذا؟ تصرفتوا هكا مع الاعتصامات الأخرى؟ الاعتصامات الأخرى تعملوا ثلاثة أيام تقعدوا تفاوضوا معها وهي تسب فيكم. ثلاثة أيام تقعدوا تفاوضوا معها وهي تسب فيكم. احنا ما كنا نتكلم معاكم إلا بالقانون وبكل أدب. كل الاعتداءات وثقناها، ما عندنا حتى طلب آخر إلا أنه ترجع الكراسي نتاعنا وترجع كل المحجوزات ويخرجوا الموقوفين ويتم إقرار حقنا بطبيعة الحال الذي سنفرضه، وهو الاعتصام في هذا المكان اللي ما يعطل حتى حد. ونحذر السلطات الأمنية من تجديد أي استفزاز، سواء بالأمنيين اللي بالزي الرسمي أو الأمنيين اللي بالزي المدني أو ببعض البلطجية اللي يبعثوا فيهم مصباح ويستفزوا في الناس ويستفزوا في المعتصمين. أرجو أن يتم الاستماع إلى كل ما قلته وبكل انتباه، لأنه اللي قاعدين تعملوا فيه الآن فضيحة على تونس الثورة، فضيحة على الانتقال الديمقراطي، وإحنا شادين صحيح. هذا انقلاب، هذا انقلاب، هذا انقلاب، وسنسقطه بكل ما نملك من صدور عارية، من حناجر، وبكل ما نملكه من سلمية ومن تصميم ومن إرادة. نرجو من كل المعتصمين والمعتصمات وكل المواطنين والمواطنات أنهم يقعدوا هنا، ما يستجيبوا حتى استفزاز يمكن يتوجه لهم. احنا ناس متحضرين، نعرف شنية حقوقنا، ولكن نعرف في نفس الوقت شنية واجباتنا. نقعد هنا نغني، نرفع الشعارات، وننتظر ما ستقوم به المؤسسة الأمنية لكي تصلح ما أفسدته هذا الصباح.